السلام عليكم. نعمل بأن هذه الحلقة سوف تفيدكم. اليوم سوف نشرح عن طريقة إعداد الصفحة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية في أجهزة سامسونج. الجهاز الذي سوف نقوم بالتجربة عليه G7 Pro، والآن سوف نقوم بالإعدادات. لدينا هوم سكرين لايوت، أي طريقة عرض التطبيقات. هوم سكرين اونلي، اي يقوم بعرض جميع التطبيقات في صفحة واحدة، اي ليست لدينا صفحات اخرى كما ترون. وفرق عن الاخرى سوف توضح الان. سوف نختار هوم اند اب سكرين. كما ترون لدينا صفحات عليا، والان سوف نقوم بتجربة طريقة العرض. هوم سكرين كريت، نقوم باختيار طريقة العرض كما ترون، وعند إلغائها سوف نقوم بالنقر على كانسل، أو عند التطبيق نقوم بالنقر على أبلاي، والآن سوف نقوم بالنقر على كانسل. لدينا في الشاشة العلوية طريقة عرض التطبيقات هكذا، ونفس الشيء نقوم بالنقر على أبلاي عند التطبيق، وعند الإغلاق ننقر على كانسل. لدينا أبس بوتوم لإضافة إشارة التطبيقات لإثارة التطبيقات العليا. عندما ننقر عليه نقوم بالذهاب إلى التطبيقات العليا، ولإلغائها نقوم بالذهاب على أبس بوتوم وبالنقر مرة واحدة عليها، وثم أب إيكون باتج، أي للإشعارات. عندما نقوم بتفعيلها سوف نقوم بالنقر عليه مرة واحدة، ولعرض الإشعارات لدينا الطريقتين، عن طريق الأرقام أو عن طريق النقطة، فقط تكون باللون البرتقالي. وثم لدينا Added Apps to Home Screen، عند تنزيل التطبيقات من جوجل بلاي أو بلاي ستور سوف يقوم بإضافتها إلى الشاشة الرئيسية. الرايت للتدوير، أي الأخيرة، نقوم بالنقر بتفعيلها، وثم بتفعيل أيضا التدوير لدينا ليقوم بتدوير هذه الشاشة كما ترون في الوضع الأفقي، وأيضا أصبحت الشاشة الرئيسية في الوضع الأفقي. وعندما نقوم بإلغائها لا نستطيع من تدوير الشاشة الرئيسية. الآن سوف نرى كما ترون لا نستطيع من تدوير الشاشة الرئيسية. وثم لدينا الأخيرة أخرياز Hide Apps لإخفاء التطبيقات لفترة معينة، وبعدها نقوم بإظهاره.